عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم ولياليكم، أبارك لكم هذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة المنقذ، جعلنا الله من أنصاره في غيبته وحضوره. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على المصطفى وآله الشرفى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل. الحديث تحت عنوان فلسفة الغيبة. هذا الإمام ليس كبقية الأئمة عليهم السلام. عندنا كل إمام نذكره ليلتين، ليلة الولادة وليلة الشهادة. أما هذا الإمام فله عندنا ليلة، وهو من أحوج الأئمة فرصة للحديث حول عقائد ترتبط به عليه السلام. من هذه الأمور مسألة الغيبة. حديثي في نقطتين. النقطة الأولى، هل لنا أن نفلسف الغيبة ونبرر لماذا حصلت غيبة؟ الأمر الثاني، هل لنا أن نعلل لماذا طالت هذه الغيبة؟ زادت على 1000 سنة. إذن نحتاج إلى الحديث في المقامين، هل هناك علة لأصل الغيبة؟ هل هناك سبب لطول الغيبة؟ فلنبدأ بالنقطة الأولى. يقول عبد الله بن الفضل الهاشمي، سمعت الإمام الصادق يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة. والكلام من الأئمة يخوف، لأنهم يتكلمون عن رجوع بعض شيعته عن الاعتقاد به، سبب طول الغيبة. إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها، يرتاب منها كل مبطل، اللي هو يحمل باطل يتخلى عن تشيعه ويشك في الإمام. فقلت له: الآن عبد الله بن الفضل الهاشمي يريد أن يتعرف على سر الغيبة، لماذا؟ قلت له: ولما جعلت فداك؟ ليش الغيبة؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه. ما نكشفه، ما عندنا إذن من الله أن نذكر السبب. بعض المشاريع إذا تفلسفها تبطل مفعولها وتخرب الخطة. فالإمام يقول: ما أذن لنا نكشفه، ما بنكشفه. هذا الراوي ذكي يريد يستدرج الإمام. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ هو يقول السر راح يغير الكلمة إلى الحكمة، يمكن الإمام يجاوب. قال: وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما آتاه الخضر لموسى إلا بعد افتراقهما. يوم بيفترقون قال له: تعال أقول لك ليش خرقت السفينة، ليش، لماذا لماذا لماذا. قبل ما كان الحكمة من عملية هذه الأفعال حتى يعلم موسى أن عند الخضر علم لا يعلمه. إذا برر من أول يوم أفسد عليه هذا الامتحان. فالإمام يقول، لينطلع الإمام بيكشف: يا ابن الفضل، إن هذا الأمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أن الله عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها
حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف. حتى لو ما عرفنا الفلسفة نقول لأن الله حكيم لا يصدر منه إلا عين الحكمة. فالأئمة أغلقوا ملف معرفة السر الحقيقي، لكن فتحوا لنا تبريرات ثانوية ليست هي السبب الحقيقي، تبريرات في محلها لكن ليست هي الأساس. واحد، أذكر ثلاثة. الأمر الأول الخوف. الخوف كلمة تناسب إمام؟ ألم نقل كثيرا على المنبر خرج الحسين من المدينة خائفا يترقب؟ حقيقة خرج خائف، حقيقة، لكن خائف من ماذا؟ من الموت؟ لا، إنه خرج خائف أن يغتال في المدينة فيقتل قتلة لا تخدم الدين. واحد اغتاله شافه من الصبح قتيل، اللي يخدم الدين رسمة كربلاء، شاء الله أن يراني قتيلا في تلك المنطقة بتلك الحيثيات. ولهذا الحسين اللي نقول عنه خائف في المدينة من هالقتلة، في كربلاء نقول عنا لسان حاله إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. هذا الذي فعله الحسين. إذن الخوف ليس من الموت، وإلا الله وصف المؤمنين هذا لسان حالهم، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حتى الموت لله رب العالمين. والإمام الحجة أولى أن يكون من يحمل هذا الشعار. إذن خوف أن يقتل قبل أن يحقق أمنية الأنبياء. ما هي أمنية الأنبياء؟ الله في القرآن يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليش يا رب كل هذا؟ لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط، يعني ينشرون العدل. من اللي ينشر العدل في الأرض غير الإمام الموعود؟ فلأننا ننتظر عدل السماء حينما ينشر على يدي الإمام، لا نريد له أن يغتال كما اغتيل آباؤه وهم صغار السن. الإمام حسن العسكري كم عمره؟ في العشرينات قتل. فإذن الوضع يتطلب غيبة. هذا التفسير الأول. والرواية تقول عن إمامنا الباقر إن للقائم غيبة قبل ظهوره. يقول الراوي قلت ولمه؟ فقال الباقر يخاف، يعني القتل. وفي بعض الروايات الإمام أشار إلى بطنه، يعني يقتل يذبح. هذا سبب أولي غير رئيسي. السبب الثاني، السبب الثاني في الروايات حتى إذا خرج لا يكون ملزما بدعوى بيعته لسلطان جائر. انت شفت الحكام حتى في زمن القرن 21 اللي يستحي كلش كلش من الشدب، ها بعض الحكام يقول فاز بانتخابات 91%، وإلا كل النسب عالية. معاوية يقول الحسن صالحني وبايعني قبل الصلح. فالإمام لو ظهر في زمن فيه حكومة وأخذوا منه البيعة، أيناسب أن يكون من يحقق العدل هو ناكث بيعة عند الناس؟ فطبيعي يكون لابد أن لا يكون مبايع. الرواية عن أمير المؤمنين، طبعا روايات متعددة، أنقل نموذج من هذه الأفكار. الرواية تقول إن القائم منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة، فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه. يعني الولادة تكون غائبة والشخص ما حد يشوفه من أجل أن لا يكون في عنقه بيع لهؤلاء الفاسدين. هذا رقم اثنين. بعد واحد وننتهي من النقطة الأولى. الثالث في الروايات الامتحان. امتحان صعب في زمن الأئمة، يجيون بعض الزنادقة ويشكلون إشكالات عقائدية قوية وبعضها على القرآن الكريم. بعض شيعة الإمام يقول ما عندي جواب. إذا سافر الحج مر المدينة ودخل على الإمام والإمام أعطاه الأجوبة الحقيقية اللي تكشف الهم والغم ورجع بقوة وانتصر دينه. فعلى مستوى العقائد اليوم ما يشككون، واجد يثيرون شبهات على الإسلام.
على مستوى العقائد نحتاج وجود هذا البيت الطاهر النقي، على مستوى مغريات ودمار وفساد وانحلال يدخل بعض أصحاب الأئمة على الإمام المعصوم، يقول يا سيدي إذا أنا وياكم معنوياتي عالية، روحي كلش عالية، وأطلق الدنيا وأطلع لأهلي وزوجتي وأطفالي والناس وتجارتي، تضعف معنوياتي من جديد. هذا الكلام حتى صحابة النبي قالوا، قال لهم النبي لو تستمرون على هالحالة كما في الرواية لصافحتم الملائكة. هالروحية اللي موجودة تحت أنفاس النبي وآل النبي. احنا اليوم ما عندنا الإمام الذي إذا نظرنا إليه يزهدنا في هالدنيا بالمعنى اللي كان يعيش أصحاب الأئمة، لأن العلماء مهما ارتقوا لا يصلون إلى مقام الأئمة عليهم السلام. احنا في امتحان في غيبة الإمام، وهذا الإمام اللي غاب أضاف لعقيدتنا عقائد تحتاج إلى إقناع أيضا، غيبة وما إلى ذلك. فإحنا امتحاننا صعب، لذا الروايات تمدح الصامد منا في هذا الزمان لصعوبة الامتحان. وفي الرواية عن إمامنا الكاظم إذا فقد الخامس من ولد السابع، ودرس رياضيات درس حساب، حتى الإمام يقول إذا فقد، يقول الثاني عشر، لكن يريد الرواية تقول شوفوا ظروف التقية شلون لأي ما يعبرون، يجيب كأنها رموز، الخامس من ولد السابع رمز يعرف الشيعة، يقول أي الإمام الثاني عشر. إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم لا يزيلنكم عنها، فإنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبه حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به. شيعي كان أحمو شيعي، قصيت علينا سنين، إمام وإمام ألف سنة، لا أنا صراحة ما أجيش عبلي، ورجع. إنما هي محنة من محن الله يمتحن الله بها خلقه، مسألة فيها تحدي. عدنا أجوبة، عدنا إقناع، بس كثير من أولادنا ما يرضى يسمع، ما يجي ندوة عن الإمام الحجة، ما تحضر عشرة، الليلة مناسبة جينا، غير المناسبات ندوات ما يحضرون، لكن مستعد يسمع الإشكالات كثيرة بس ما مستعد يتحصن، هذه خطورة. وإلا الإمام في الرواية بادروا أولادكم، بادروا يعني أنتم أول، قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة، المرجئة في القضاء، قبل لا يجيبون الشبه في رأسهم حصنوهم أول، أعطوهم علم. إذا انتهينا من النقطة الأولى، هل نستطيع أن نفلسف غيبة الإمام؟ الإمام يقول لا، هذا سر، لكن هناك أسباب ثانوية كخوف القتل وبالتالي يفشل المخطط، وحتى لا يبايع، وحتى يكون امتحان يؤهل الشيعة لكي يفرزوا بطريقة يستطيعون أن ينصروا الإمام بثبات. انتهينا من النقطة الأولى، نجي للنقطة الثانية والأهم، وهي غيبة ما عليه. ليش طالت ألف سنة وأكثر؟ أنا أذكر سببين، أذكر سببين لطول الغيبة، وطبعا السر الحقيقي ينكشف ده ظهر الإمام. احنا الآن نقول السر ما ينكشف، لكن بما ورد من أسباب ثانوية نقتنع بها. السبب الأول لطول الغيبة هو ما تسميه الروايات التزايل، هذا كلام قرآني، القرآن ذكر التزايل. فحتى نعرف معنى التزايل خلنا نقرب الفكرة ثم نقرأ الرواية. الآن لو الإمام صاحب الزمان طلع، كل كافر ما يقبل ينصلح يخليه حي لو يقتله، إن بقى يقول كيف الله يقول ليظهره على الدين كله وكل كفار عايشين ومارسون كفرهم، إذن في ظلم، لأن الكفر ظلم النفس والبشرية. فحتى يسود العدل كل العدل لازم كل الأمة تصير مسلمة، كل من على الأرض. إنزين بيقتل، إنزين إذا الله في علمه أن هذا الكافر في صلبة مؤمن،
إذا طلع الإمام وقتله هذا اللي في صلبه ما أعطي فرصة يطلع للدنيا ويؤمن ويرتقي ويروح الجنة. فإحنا بحاجة إلى أن نترك الكافر من قتله لين يولد المؤمنين اللي في صلبه، لين خلصوا المؤمنين اللي في صلبه صار كافر وفي صلبه كفار يقدر الإمام يقتله. حكي من وين؟ خلنا نشوف الرواية عن الإمام. الإمام طبعا مين رواية واحدة أكثر، بس أنا كل ليلة أجيب نموذج. قال لي نص ساعة وأنا أسعى أن تكون 27 دقيقة حتى أقول ما طولت. جماعة صار نص ساعة أجيب نموذج من روايات. الرواية عن إمامنا الصادق، يقول لي راوي، يقول لي بسألك الإمام علي مو بطل، ليش ما قتل فلانا وفلانا وفلانا؟ كم واحد؟ ثلاثة. فهمنا. شوف الرواية. سأل رجل إمامنا الصادق عليه السلام ما بال أمير المؤمنين لم يقاتل فلانا وفلانا وفلانا؟ قال لآية في كتاب الله. آية وقفته الإمام يذكر الآية. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. تزيلوا يعني وين؟ يعني لو هذا المؤمن زال عن ظهر الكافر صار هذا كافر ما في ظهر مؤمن، وذاك المؤمن زال عن ظهر الكافر خلاص صار تزايل، زال هذا عن هذا تميزوا أحين يقتل الله ينزل عذاب على الكافر. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. بعد الرواية ما خلصت، فقال الإمام أحين هالكلمة ما فهم الراوي. قال قلت وما يعني بتزايلهم؟ وش يقصد الله في الآية؟ قال ودائع مؤمنين في أصلاب قوم كافرين. في صلبة هذا اللي تقول إيش ما قتله في صلبة مؤمنين، حتى الأول أبو محمد بن أبي بكر من صلب أبي بكر هذا اللولا. فالإمام يقول في الأصلاب ناس زينين لازم يعطونهم فرصة. السؤال عن الإمام الحجة لو عن إمام علي، ها؟ إمام علي. لكن الإمام كمل الرواية قال وكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله تعالى، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله فقتلهم. يعني مثل ما علي بن أبي طالب ما قتل ناس حقهم القتل، ولد بعد ما بيطلع إلا إذا حصل التزايل التمايز. خلنا نجيب نموذج نموذجين إلى طفون الجو. الحجاج نعرفه له مو المختار، الحجاج. حجاج هذا يحب يقتل شيعة علي، دش لي واحد يترزق، يترزق يعني وين؟ يتملق، ينافق، ينبع عطية من عطايا الحجاج. قال لي يا سيدي لقد عقني أبواي، عقوني كيف؟ قال لقد أسمياني عليا. أزي من هالعقوق مسميني علي. الحجاج استبشر قال لنعم ما تقربت به إلينا، خش تملق عجبني. هذا الحجاج. أما سيرة سيفه في الشيعة أنت تعرفها. انجله في صلبة من؟ في صلبة شخص يسمى الحسين أو أحمد بن الحسين بن الحجاج. هذا ليه كرامات صارت في حياته أنا ما بجيبها الليلة، بس بجيب شيء مما قيل فيه. هذا الرجل حسين بن أحمد بن الحجاج يقول عنه صاء المحدث القمي صاحب مفاتيح الجنان لما حضرته الوفاة وصى أولاده قال ادفنوني عند رجلي قدمي موسى بن جعفر واكتبوا على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، شرفوني خلوني تحت قدمي موسى الكاظم. أبوك الحجاج. لكن هذا غير، هذا صاحب القصيدة التي تدخل القلب بدون استئذان.
اللي يوصف أمير المؤمنين وضمنها آيات قرآنية: يا صاحب القبة البيضاء في النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي، إني أتيتك يا مولاي من بلدي مستمسكا من حبال الحق بالطرف، لأنك العروة الوثقى، فمن علقت بها يداه فلن يشقى ولن يخفي، وإن أسماءك الحسنى إذا تليت على مريض شفي من سقمة الدنف. هذه القصيدة الجميلة يقولها من في صلب الحجاج. مثال آخر، السندي بن شاهك نعرفه لو لا؟ يهودي كان يتلذذ بتعذيب باب الحوائج موسى بن جعفر، ولكن عنده في ذريته محمود بن الحسين ابن السندي بن شاهك. يقول ابن شهر آشوب كان هذا محمود اللي جد السندي كان من مجاهري شعراء أمير المؤمنين وأهل البيت. الأول إذا واحد قال شعر حمل مثل دعب الخشبة للإعدام للصلب، يعني فيها رأس. لأيما ما عندهم وسيلة قوية إلا الشعر، فاللي ينشد شعر فيهم باني أنه يقتل. وهذا يقول مو كان له شعر، يقول كان من مجاهري شعراء أمير المؤمنين وأهل البيت، يتجاهر. هي جد السندي بن الشاهد. إذن يا حبيبي الإمام ما يظهر إلا إذا حصل التمايز التزايل. إنزين هالكلام نقدر نجيب ليه شاهد من القرآن الكريم أو لا؟ أزيد نبي بلغ ويش اسمه؟ نوح. 1050 سنة، يعني يريد القرآن يقول قريب 1000، مو 950 سنة يبلغ. إنزين ويش ربط نوح؟ هو النبي اللي بلغ طويلا طويلا جدا جدا، وليش الله ما نزل عذاب بسرعة؟ نفس الفكرة، إذا نزل عذاب ما يبقى أحد، فلازم حصل تزايل. القرآن يقول على لسان نوح: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا شنو؟ ولا يلدوا إلا فاجرا كفارة. نوح ما يتكلم كذب ولا يبالغ، يقول خلاص أصلابهم ما في إلا فاجر كفار، بعد نبقيهم ليش؟ فالإمام نفس الفكرة، إذا ظهر ما بيبقي كافر، فإذا لابد يحصل التزايل قبل ظهوره. انتهينا من هالنقطة الأولى. النقطة الأخيرة في سبب طول الغيبة. اليوم عندنا في زماننا دعاوى أن احنا مو محتاجين للواحي، ما محتاجين، عندنا عقول نيرة استطاعت أن توصلنا إلى القمر، وتتكلم لي عن وحي وقال النبي. هاي النبي جل الناس يعيشون جاهلية ورقاهم، أما اليوم احنا إذا منتمسك بشريعة النبي منتأخر، زمننا متقدم واجد، ما محتاجين للوحي. وجدت الشيوعية واخذت أولادنا، وجدت الآن الرأسمالية، وحتى الليبرالية، وواجد شباب يكتب في صفحته مسلم ليبرالي. تقول لي كيف يعني؟ قال وش فيها؟ يعني الإسلام ما يتعارض مع الليبرالية. أنت ما عجلات، يا ما تعرف الإسلام يا ما تعرف الليبرالية. تناقض. شلون تناقض؟ الإسلام حرية والليبرالية حرية، لكن مع اختلاف جوهري. هم يقولون حررون، القرآن ما يقول عن الإسلام يحرر، يقول عن النبي: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالإسلام يحرر والليبرالية تحرر، لكن الإسلام يحرر عقل الإنسان، ينطلق من حاكمية الله. والله إذا حكمنا ما يريد الخير لنفسه لأنه غني، يريد الخير لنا. فحاكمية الله خيرها للإنسان، يقود عقله ليكون سيدا على غرائزه، فالغريزة تكون متوسطة، لا تعطيل لا إفراط ولا تفريط، لا مهمشة كالمسيحيين ولا منفلتة كبعض الغربيين.
إنما في الإطار المعمر للمدمر. فإذا الإسلام يحرر عقل الإنسان، والإنسان إنسان بعقله، والليبرالية بما وصلت إليه تحرر بهيمية الإنسان، يمبي يمارس مع رجل، رجل مع رجل، رجل مع بقرة، رجل مع كلب، اللي يريد، هذه حرية شخصية. عرفتوا؟ إذا يا حبيبي إحنا أمام نظريات يدعى أن العقل توصل إليها، هذه النظريات كلها تفشل. لماذا تفشل؟ لأن الإسلام دين الفطرة، وغير الإسلام ينافي الفطرة، وما ينافي الفطرة لا يبقى. فإن الله يقول لا تبديل لخلق الله، فكل ما ينافي الفطرة لا يبقى. اليوم إحنا نحتاج نعطي النظريات البشرية فرصة. شلون يعني نعطيها فرصة؟ خلهم تجي الليبرالية وتحكم البشر، هاي راس مالية اليوم، وبعدين يشوفون ان هالليبرالية وش سوت؟ نقلت الظلم من ظلم فرد لفرد الى ظلم أمة لأمة. حين امريكا على مستوى الافراد داخل عاطتنا حرية والطالب بالعدالة، لكن على مستوى الامم تجي لها قضايا الشعوب تقول ما يهمنا القضايا وقيمنا ما تهمنا بقدر مصالحنا، صح لو لا؟ بريطانيا تتكلم عن مصالحها تقول مقدمة على القيم. هذه الرأسمالية، وش الرأسمالية؟ الرأسمالية ما في رحمة، ما في أخلاق. فإذا جت الرأسمالية وكانت مع الليبرالية فيكون هناك حرية فردية لمن يعيش فيهم وبينهم، لكن على مستوى الشعوب الأخرى هذا الظلم، هذا مو عدل. فإذا الإسلام يقول أنا الآن ما دام أنتم قلتون ما تبون الوحي، عندكم عقل أيها المغرورون بعقولهم، اتفضلوا احكموا وطبقوا نظرياتكم، ثم وبعد فشلكم سترون العدل كيف يكون. يعني يعطيهم فرصة. شوف احنا خوفا يطلع الحجة، قال يطلع لنا نظام أو حزب سياسي يقول أنتم ما أعطيتونا فرصة، لو أعطيتونا فرصة سوينا نفس الحجة، مش ما حصلنا فرصة، ما حكمنا. فالإسلام يقول احنا قبل لا يطلع الحجة بنطول غيبته، بنعطي الناس فرص يحكمون بنظرياتهم، إذا فشلوا بيطلع الحجة بيقول ها فشلتون هذا الوحي. كان في الجامعة مدرس يقول ده الصدر بتاعكم، يعني محمد باقر الصدر، مورد على الشيوعي فلسفتنا واقتصادنا، ها ده الصدر بتاعكو كتب اللي انا عاوز اكتبه. بس سبقني، يعني مسألة زمن، لو عطيته لو هو تأخر زمان كتبت نفسه. فاحنا لان الحجة ما عطى الناس فرصة ان يحكمون ويفشلون، قال بيقولون لو عطانا فرصة سوينا نفسه، يعني وشو؟ خلنا نقرأ الرواية اللي بها نختم. رواية عن امامنا الصادق عليه السلام يقول: ما يكون هذا الأمر، ظهور الحجة، حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، صاروا حكومة ولهم الولاية ويطبقون نظريتهم. لماذا؟ قال: حتى لا يقول قائل إنا لو ولينا لعدلنا، ما أعطيتونا فرصة كان سووا مثل الإمام. فيقول يعطونهم كلهم فرص، ثم يقوم القائم بالحق والعدل، ثبتنا الله على ولايته وجعلنا من أنصاره في غيبته وحضوره. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نشكر سماحة الشيخ هاني البناء على كلمته الرائعة. أولا هناك جمع للصدقات.